بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم. معكم المعلمة أريج حسن من مدرسة زهرة الأشرفية الخاصة. موضوع اليوم محفوظات الأسد والضفدع لطلبة الصف الرابع. أطلب منكم أبنائي الطلبة ترقيم الأبيات على الكتاب. في البداية سنقرأ الأبيات معا قراءة صحيحة. الأسد والضفدع. قالوا: استوى الليث على عرشه، فجيء في المجلس بالضفدع. وقيل للسلطان: هذه التي بالأمس آذت عالي المسمع، تنقنق الدهر بلا علة، وتدعي في الماء ما تدعي. فانظر إليك الأمر في ذنبها، ومر نعلقها من الأربع. فنهض الفيل وزير العلا، وقال: يا ذا الشرف الأرفع، لا خير في الملك وفي عزه، إن ضاق جاه الليث بالضفدع. فكتب الليث أمانا لها، وزاد أن جاد بمستنقعي. كاتب هذه الأبيات أبنائي هو الشاعر أحمد شوقي، وهو شاعر عربي مصري لقب بأمير الشعراء. تتحدث هذه الأبيات عن قصة خيالية حدثت في إحدى الغابات. بداية سنتطرق إلى معاني المفردات الجديدة. استوى بمعنى على وجلس. الليث هو اسم من أسماء الأسد. جيء أحضر. تنقنق النقنقة هي صوت الضفدع. علة التعب أو المرض. مر أي أصدر الأمر. الأربع اللي هي الأطراف الأربعة، اليدان والقدمان. جاد أي تكرم أو وهب. الفكرة الرئيسة للمحفوظات هي العفو عند المقدرة. لنعد أبنائي لشرح الأبيات حتى نتبين ما القصة. البيت الأول: قالوا استوى الليث على عرشه، فجيء في المجلس بالضفدع. أي يقال أن الملك وهو الأسد قد علا وجلس على عرشه، أي مجلس الملك أو كرسي الملك، وأحضر له بالضفدع الذي كانت تشكو منه الحيوانات. البيت الثاني: وقيل للسلطان هذه التي بالأمس آذت عالي المسمع. يتحدث هذا البيت عن الشكوى المقدمة ضد الضفدع، وهي أن صوته العالي المستمر يؤذي سمع الآخرين. في البيت الثالث: تنقنق الدهر بلا علة، وتدعي في الماء ما تدعي. أي أن البيت أيضا يتحدث عن الشكوى المقدمة ضد الضفدع، وهي بالإضافة إلى أن صوته عالي يؤذي مسامعهم، هو دائم النقيق، لا يتوقف ولا يتعب ولا يهتم لأمر أحد، بل ويدعي ويقول بأن الماء له وحده. في البيت الرابع: انظر إليك الأمر في ذنبها، ومر نعلقها من الأربع. في هذا البيت تطلب الحيوانات من الأسد وهو الحاكم أن ينظر في أمر الضفدع ويصدر حكما عليه، وهم سينفذون هذا الحكم حتى لو كان تعليق الضفدع من أطرافه الأربعة، أي من أيديه وأرجله. في البيت الخامس والسادس: فنهض الفيل وزير العلا، وقال: يا ذا الشرف الأرفع، لا خير في الملك وفي عزه، إن ضاق جاه الليث بالضفدع. هنا يظهر الفيل بحكمته ورأيه الصائب، والفيل هنا الوزير المستشار للملك، ويقول: يا صاحب المقام الأعلى والأسمى، لا خير ولا قيمة لملك مهما كان عزه وجاهه إن لم يتسع صدره للآخرين أو للضعفاء. أي أنه يطلب هنا الفيل أو المستشار الوزير العفو والصفح عن الضفدع. أخيرا: فكتب الليث أمانا لها، وزاد أن جاد بمستنقعي. هل استمع الملك للفيل الوزير وعفى وصفح عن الضفدع؟ لنرى. إذن: فكتب الليث أمانا لها، وزاد أن جاد بمستنقعي. إذن أعطى الملك الضفدع الأمانة وعفى وصفح عنه، بل وزاد فوق ذلك بأن وهبه وأعطاه مستنقعا له. إذن أبنائي، هذه هي نهاية شرح الأبيات. الفكرة الرئيسية هي العفو عند المقدرة. المطلوب منك بني أن تنقل المعاني وشرح الأبيات على دفترك، بالإضافة كالمعتاد إلى حفظ أربع أبيات غيبا. أراكم على خير.